غتمشي من هنا. زيد زيد خويا رشيد، زيد زيد زيد. اللهم بارك، اللهم بارك، تبارك الله. زيد من عينك. تبارك الله الاخوان، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تبارك الله. عندك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يعطيك الصحة يا رشيد، صافي الله يعطيك الصحة، ما نعاودو كلام. زيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سير تبارك الله الإخوان، الفرقة الأخرى الإخوان، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سير خويا. أقطع الله يدير الخير. تبارك الله الإخوان، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبارك الله. زيد أخوي، زيد 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 زيد. بارك الله الإخوان، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زيد زيد أودي رشيد، زيد زيد زيد. اللهم بارك. صافي ما نعاودو كلام، ما نعاودو كلام. تبارك الله، اللهم بارك. إذا بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام من داخل وخارج الوطن، تحياتي لكم كبيرة الإخوان. اليوم حنا في منطقة ديال السطات الإخوان مع الاخ رشيد. تبارك الله الاخوان، اليوم جاب لكم شي حاجه، اللهم بارك وزيد ذلك. تبارك الله. سير بلاتي الاخوان، نشوف لكم واحد الفوش اخر ان شاء الله جاي، اللي ان شاء الله نتلاقاو مع الاخ رشيد. اليوم الاخوان فيديو جديد بتاريخ 17/10/2024، يوم الخميس الاخوان. تبارك الله، الفوش الثاني الاخوان هو جاي. بارك الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك اللهم بارك. تعال امدوا رشيد. أي تبارك الله الاخوان، اللهم بارك الاخوان. الاخ رشيد هو معكم، تبارك الله ما شاء الله. اترحب بك الجنه ودي. عندك رشيد ديك وتمشي، عندك ديك وتزيد. تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك. تبارك الله اخوان، الله يجازيكم بخير. عطيونا واحد جيم وبارطاجيو اليوم الاخير اخوان. رشيد تبارك الله جاب اخر ما كاين في الحوليه، اللهم بارك. تبارك الله المليح 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 المليح. تبارك الله المشاهدين ديالك كاملين، ترحب بك الجنه ودي رشيد وخارج وطن براشيد. تبارك الله عليك، تبارك الله. واخا خويا رشيد، دابا الاخوان غيشوفوا انه المكان تبدل، البلاصه اللي كنا نصوروا فيها ما بقاتش، تحولنا هنا دابا جيت السطات. جيت السطات. كاينين جيت السطات.
شحال شحال بعيده عن سطات هذه الفيرمه؟ ب 5 كيلومتر ولا 6 كيلومتر مش بعيده من السطات. الاخوان ملي كتوصل للسطات كتشد الطريق ديال القيسر كتفوت السطات بواحد 6 كيلومتر كتلقى واحد ستاسيون طوطال على يدك اليمين كتفوتوا الاخوان بواحد الكيلومتر كاينه الفيرمه على يدك اليسر. الفيرمه الاخوان رجلك في الكودرون ورجلك في الفيرمه. اه داكشي اللي كاين يعني الاخوان يعني الاخوان اللي غايجيب طوموبيل من الكودرون يطلع للفيرمه داخل ديريكت على رشيد. ما كاين لا كيلومتر لا جوج لا ثلاثه ديال البيس. ما كاين لا بيس لا والو. تعاوننا على قبل بيس حيت كاين عندنا بزاف ليه. اييه. كاين عندنا بيس كيخافوا الناس هما اللي كيجيب طوموبيل محدوده. مزيان ملي فكرتي رشيد بهذه الطريقه هذه. مزيان لانه دابا كاين الاخوان اللي عندهم طوموبيل زوينه جاي باغي ياخذ حوليات. ويدخل تما كيطلع ليه الدم. كيطلع ليه الدم وكيرجع. انا عدد ديال الاخوان قالوا لي اخويا رشيد دخلنا ضربنا نص كيلومتر ورجعنا على حساب هذيك البيس. كاين الاخوان عندهم طوموبيل زوينه. المهم اخوان اليوم الاخ رشيد ها هو اختصر لكم ان شاء الله. وجدت لي من المليح المليح الاخوان ما نعاودو كلام اللهم بارك حكموا وما يقولوا كل شيء صافي وما يقولوا كل شيء خويا رشيد تبارك الله الله يبارك انا جبت وحده المليح راني جبت لي المليح لا ما نعاودو هضره ما نعاودو كلام ها لا صافي ما كاين ما تشد خويا رشيد هنا تبارك الله اللهم بارك منطر منطر انا الاخوان اللهم بارك انا برشيد زيد 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 باقي لنا الكركاعه الكركاعه ما نعاودو كلام راه حوليه راه مصيبه ديال النعجه ماشي حوليه ما نعاودو كلام خويا رشيد ما نعاودو كلام انا الاخوان انا الاخوان والله ما كان مليح انا اللهم بارك ما شاء الله اللهم بارك تبارك الله خويا رشيد العدد هنا تبارك الله العدد الفرقه ولا كلشي المجموع لا عطي الاخوان عطيهم المجموع كامل باش يعرفوا شنو بالضبط كاين شي 460 اللي كاين 460 ها اللي كاين ديال المجموع اذا الاخوان كاينه 460 ديال الحوليه الاخوان ما شاء الله اللهم بارك الاخوان 460 ديال الحوليه تبارك الله خويا رشيد هذه تبارك الله تبارك الله الليطه ديالها كتبان بانها تبارك الله 10 شهور 11 شهر تقريبا 10 11 اخوان يعني تبارك الله الاخوان حوليه ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه الله صافي رشيد الله يعطيك الصحه اليوم اليوم حتى الاخوان اللي كانوا غضبانين عليك اليوم غيتصالحوا معك ان شاء الله اليوم ان شاء الله يتصالحوا معك وتكون مغفره للذنوب ان شاء الله باذن الله الاخوان الاخ رشيد الاخوان كما سمعتوا مجددا كيقول لكم اللي دار معاه شي حاجه يسمح لنا الاخوان وان الله غفور رحيم تبارك الله اللهم بارك زيد خويا رشيد زيد زيد تبارك الله ترحب بك الجنه خويا رشيد اللهم بارك اسنينات الحليب الاخوان اسنينات الحليب تبارك الله اللهم بارك زيد خويا اييه هنا خويا رشيد كيبان ولكن احنا ما غنذكروا ضرار يا خويا رشيد خسرتني مع الناس القضيه ديال الضرار والله ما نكذب عليك ها هي دابا ضاره ولكن الله اعلم شد عاود عاود انا اخويا ها هي هنا بانت مزيانه الاخوان كيفاش رشيد قضيه ديال الضرار حاشمتني مع الناس ودابا اش كتقول انا مشيت خدت الغنم عند مولاها باعها لي دار هذه راه باعها لي مولاها دار قال لك ولكن انا ما غنبيعش الضرار غنبيع الحوليه صافي الله يعطيك الصحه هذا هو اللي كاين الله يعطيك حاشم مع حتى واحد موال صافي الله يعطيك الصحه انا غنبيع عليهم الحوليه الحوليه مطلوبين مع الحوالة صافي اللي داها صعبه دار الله يسهل علي اللي طرقت الله يسخر لي الله يسخر لي صافي الله يعطيك الصحة رشيد كلامك اليوم مضبوط خويا رشيد تبارك الله عليك كنقول لك شي حاجة للمليح اللهم بارك مليح مليح ما نعاودو كلام أنت شو الحوية ما نعاودو كلام خويا رشيد راه الناس هي تحكم أصافي الإخوان أنتم حكموا قولوا لنا شكاين الإخوان زيد 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 زكا زكا هادي دافع دافع هادي مسكينة هادي تبارك الله كاتبة لك دافع كاتبة لك دافع كان اخوان صافي صافي رشيد الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه انت شت شت هاتوما الاخوان ها هاتوما الدفوع الاخوان زيد اخويا لما نقولوا دفوع ما نقولوا حتى حاجه صافي الله يعطيك الصحه رشيد اجي هذه هذه هي غتبان لك هي قريبه تولي زيد 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 هي تبان لك قريبه تولي انت هي هي كتبان هي كتبان ولكن الله يعلم صافي الله يعطيك الصحه هذه كيبان فيها حتى الضرار كيبان فيها ولكن رشيد برافو عليك كنبيع الحوليه كما سمعتوا الاخوان قال لكم كنبيع الحوليه الاخوان يعني الاخ رشيد الاخوان كما سمعتوا قال لكم هذه الكلمه ديال الضرار خسرتني مع الناس زيد خويا زيد 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 خويا زيد تابع عقلي شوف قاعد وبعدو غنجيب هاي الاخوان هي مجموعه شي والله
صافي رشيد، صافي الله يعطيك الصحة، صافي الله يعطيك، صافي الله يعطيك الصحة. هذه هي الكلمة الوار حولي ما شاء الله رشيد. مالك حولي اسنان الحليب، اسنان الحليب الإخوان، اللهم بارك. فراقش الإخوان الركابي ديالو تبارك الله مليحة براش مليح، اللهم بارك. ما كان المليح ما نعاودو كلام، زيد زيد على المشاهدين المليح. صافي الله يعطيك الصحة، مرحبا بك، الله يعطيك الصحة. دابا الإخوان بغا 20 بغا 40 اللي بغا، دابا الإخوان بدا جوج. الاخ رشيد ها هو قرب لكم المسافه الاخوان. ابو رشيد بالنسبه لذاك اللي باغي واحد وحده وجوج ثلاثه يجي الفيرما، الكار لا كيدوز من هنا صافي، نهودو من هنايا الكار كيدوز من حدايا وتصيفطهم ليه المكان. بالنسبه اللي قريب يجي الفيرما، يجي مرحبا بي. صافي اللي قريب تحولنا على القدره، اللي بغى يجي مرحبا على القدره الاخوان. 24 ساعه على 24 ساعه صافي الله يعطيك الصحه. لا ما كاينش 24 ساعة راه العشرة الليل. شوف كاينين العساسة، كاين حنا ما نعسوش، كاين الكاميرات، كاين كاين الكاميرات، كاين كلشي، كاينين 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 حتى المالينوات. اللي بغى يجي يتعشى معنا مرحبا به، ما يشري ما والو. صافي الله يعطيك الصحة، شوفنا وسير، الله يعطيك الصحة. حتى الوليدات وسير الله يسخر، الله يعطيك الصحة رشيد، الله يعطيك الصحة. كما سمعتوا الإخوان اللي بغى يجيبوا وليداته السبت والحد يكونوا جالسين يجيبهم يشوفوا الحوليات. صافي الله يعطيك الصحة، هذه راه هي الفيرما الإخوان اللي كان فيها رشيد في العيد الكبير. هي هذه ومولاي الله يعمر لي الدار. اي الله يسهل عليه، الله يسهل عليه، الله يسر لي. راه عيط لي قال لي رشيد جي الفيرما خاوي خاوي شي حد فيه. الله يعطيه الصحة، الله يرحمك الوليد، الله يعطيه الصحة. ولكن عارفني عندي انا شيء، لا الله يعطيه الصحة، راه ما كاين لا فلوس لا والو، ما عاطي حتى درهم. الله يعطيه الصحة، الله يرحم لي الوالدي، الله يعطيه الصحة، الله يسر لي، الله يسر امره. تا هو دابا هو انتم دار معكم هذه القضية مزيانة لكم ومزيانة للمتابعين اللي كانوا كيجيو كيلقاو البيستا، دابا غيجيو من الكودرون طلع الفيرما من دارو غينزل في الدار الاخرى، ينزل في الدار الاخرى. ما كاين لا بي والو الاخوان، ما كاينش حتى نص كيلومتر ما كايناش في البيست والو. تقول خويا رشيد الله يعطيك الصحة، اليوم انا الاخوان نجيو عند الحوليات الاخوان. هانتوما الاخوان، ولكن هانتوما الاخوان ها الدرا ها براسي عريان كندير لك الحولية. صافي الدرا والو غتكون قريبة تولد. صافي الله يعطيك الصحة، صافي الحولية الاخوان. الاخ رشيد هذيك القضية اللي كانت وقعت بحالها كان شوية تشوكة منها، كانت بحال ماكا بحال هكا. العام اللي فات كنت كنصور الحولية بحال ماكا بحال هكا ودارة صابت كنت كتحشمك. اه كاين اللي كتكون سمينه، كتكون السمونيه دايره لها بحال ما دايره لها هكاك. ودابا شوف اللي عطى الله وكشي قدام. صافي الله يعطيك الصحه، حاولي راه مع الفحوله. صافي الله يعطيك الصحه رشيد، الله يعطيك الصحه. كما سمعتوا اييه الفرقه الاخرى حتى هي غادي نوريو لكم. اييه غنمشيو عند الفرقه الاخرى الاخوان حتى هي تبارك الله المليحه براش. اللهم بارك تسي من غادي، اللهم بارك الاخوان ما شاء الله. وهذا هو اللي كاين الضرب حوال الاخوان. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مليح رشيد مليح، لا ما نعاودوك لا ما رشيد صافي دائما نبقاو داويين. صافي صافي الله يعطيك الصحه، الله يعطيك الصحه. ومتابعين اليوم ان شاء الله هما غينقطوا لك، هما ان شاء الله غينقطوا لك. نمشيو عند الفرقه الاخرى خويا رشيد، زيد ضرب هذه خويا تمشي عندي انا اخوان ما شاء الله. اللهم بارك حولي الاخوان، اللهم بارك. وانتم الاخوان حكموا شهادة حق، ها شهادة حق الاخوان تبارك الله. سيري واحد سير خويا رشيد، سيري واحد سير الله يعطيك الصحة. نمشيو لعند الفرقة الأخرى، تحياتي الإخوان ما تشوفين لنا لكم عودة إن شاء الله بإذن الله. تبارك الله الإخوان، هذه الفرقة الثانية، الفرقة الأولى الإخوان هاي فين خلينا، فين خلينا الفرقة الأولى الإخوان اللي كنا نصوروا لكم دابا هي هذه تبارك الله ما شاء الله. اللهم بارك، هذه الإخوان الفرقة الثانية، وكاين المليح حتى هي فيه. تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك اللهم بارك تبارك الله. صافي جيب رشيد الاخوان يشوف تبارك الله. تبارك الله الاخوان، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المليح المليح رشيد ما نعاودو كلام، ما نعاودو كلام تبارك الله. المليح بالله المليح ما شاء الله، اللهم بارك تبارك الله. واللي شاف شي حاجه يقول اللهم بارك، اللهم بارك. هذاك الشيء اللي كاين اي باركوا الاخوان، الله يجازيكم في الخير باش هذا الشيء تا هو تبارك الله. راكم عرفتوا الاخوان ملي كيبارك الاخوان كيذكر الله. تبارك الله على الاخوان، راكم كلشي في راسكم وصافي. خويا عماد تبارك الله عليك، تبارك الله عليك خويا عماد، الله يعطيك الصحه تبارك الله. خويا رشيد ما كاين لا حبوب لا والو، هاد الفرقه كاينين فاش الغنم كامله كاينين 4 ولا 5 كما سمعتوا الاخوان تبارك الله. راه 460 ديال الحوليه فيها شي 4 ولا 5 4 ولا 5 4 ولا 5 ولكن الشمعه يا من الدار كانوا عاد قدام
شتي معكم الدار من اللي اي صافي الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه. هذا رشيد سنان الحليب سنان الحليب هذا الاخوان سنان الحليب ما شاء الله حولي اللهم بارك مليحه برشيد اللهم بارك تبارك الله تبارك الله عزلو رشيد هنا زيد 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 ما يتعزش ايوا 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 مشى ما يتعزش ما يتعزش تبارك الله الاخوان ما شاء الله اللهم بارك هانا الاخوان ما شاء الله انا برشيد بارك الله اللهم بارك تبارك الله اللهم بارك الله يعطيك الصحه ودي رشيد صافي الله يعطيك الصحه برافو عليك برافو عليك رشيد برافو عليك برافو عليك صافي الله يعطيك الصحه ها تبارك الله عليك تبارك الله عليك تبارك الله الاخوان الله يبارك كما سمعتوا الاخوان اللي بغى يجي للضيعه الرقم ديال الاخ رشيد راه عبر الشاشه اللي بغى يجي للضيعه الاخوان مرحبا اللي بغى يتعامل مع الاخ رشيد في سميتو راه الاخ رشيد راه معروف هذه باريه رشيد حتى حنا خاصين نشوف صافي وري الاخوان خاصين نحيد عليه صافي كاع اللي غتقلق غتقلق شي متتبع ولا اللي غادي يشري اللهم توريها ليه واللي بعيد نوصل عليه صافي اللي بعيد بغى 100 ولا بغى 60 نوصل عليه ترونسبور كاين كاين عيط لي يتفاهم انا وياه ديري الله يسخر لي جيبيتي صافي الله يسخر يجي مرحبا صافي كما سمعتوا الاخوان اللي بعيد راه يهز يديها لي اللي قريب الاخوان راه يجي للفيرما تبارك الله لا ما نعاودو كلام رشيد ما نعاودو كلام حوليات رشيد اللهم بارك اللهم بارك تبارك الله الاخوان انا الاخوان انا شو حولي تبارك الله قداش ما شاء الله اللهم بارك تبارك الله عليكم الله يعطيكم الصحه الله يعطيكم الصحه احنا الشباب معاونين مع بعضياتنا اي الله يعطيكم الصحه لا ضروري ضروري رشيد خويا تعاونوا الله يعطيكم الصحه والله يسر لكم امور في هذا الخير هذا تبارك الله تبارك الله الاخوان اللهم بارك راه قلت لك اللي بغى 10 اللي بغى جوج اللي بغى واحد ما عندناش مشكل اخوان دابا الفيرما ان شاء الله ولا تقريبا لكم بالنسبه للاخوان اللي قراب يجي جيت للفيرما خويا دخل هز عز جوج حوليات ثلاثه اربعه اللي بغيتي 10 اللي بعيد قال لكم الاخ رشيد راه يشارجيها يتفاهم مع مول ترونسبور يشارجيها يدي لك فين ما كنتي ما كاينش مشكله براش من طنجه حتى حتى القرقيرات حتى القرقيرات حتى القرقيرات تبارك الله عليك ودي رشيد تبارك الله عليك تبارك الله الاخوان اللهم بارك اييه سير زيد اخويا رشيد تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك ودي رشيد تبارك الله ما شاء الله صافي نعاودوك لهم رشيد كلهم كلهم حوليات راه الله يبارك ما نعاودوك لهم تبارك الله رشيد خويا ونسينا واحد القضيه غندخلوا الحوليات والاخوان راه كيتسناو في الثمن الثمن ماشي مشكل اييه الثمن اخويا رشيد اييه تبارك الله جمله غتقول المهم تقول الاخوان قول لهم الثمن وديك الساعه راه كيبقى بيناتكم لانه كاينين الاخوان اللي ما يقدرش على 460 رشيد شوف انا جيت لك وبغيتي وحده نبيعها لك اييه لا اي انت دابا غتقول الاخوان الثمن ديال الجمله والاخوان راهم عارفين اللي يبغى مثلا وحده وجوج و10 وداك الشيء راه غيولي عارف الاخوان مرحبا برشا اي قول الاخوان رشيد كنطلبوا 68 جمله 68 جمله جمله الاخوان اللي هي كامله 460 حوليه تبارك الله كيطلب فيها الاخ رشيد 3400 درهم وهذه الاخوان راه حوليه راه تبارك الله راه كندوي لك على المليح راه حوليه الاخوان ما نعاودوا كلام انتم كتفرجوا انتم نقطوا لنا الاخوان الله يجزاكم كنصوروا غلم ب 54 55 56 كانت قل من هذه شويه صراحه صراحة صبتت وشة اييه غنحط الثمن وغادي طالع غادي بدا كاينه 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 انا المشاهدين وكاع الناس كاع عارفين هادشي اييه ونتمنوا من الله الله يعطينا شي عام يكون زين ما مشريهاش من الصو مشريه من انا والله ما داخله الصو هادشي ما تلقاش الصو هادشي ما هادي مشريات من الفورم ديال شي ناس وجينا حنا حولناها الله يسخر خويا رشيد صافي ما قلتي عيب بالنسبه للحواله خويا رشيد الحواله الثمن ديالهم الغليظ معطيه 10000 درهم الغليظ هذوك الغليظ اللي شنا اييه 10000 درهم اييه الاخر معطيه 160 اييه وهذا معطيه 130 هذا 130 6500 وليت لاقت الاخر الغليظ تا هو معطيه 150 اللي كان دابا الاخوان اللي كنا شدينا مع الفرقه الثانيه صافي الله يسخر المهم حنا الثمن ديال الحوليه الاخوان اللي هو مهم الحواله ديك الساعه الاخوان راه كتبقى مفوضة مع الأخ رشيد. راه كاينة اللي بغاها ب 60 ب 58 راه كاين. أييه أييه كاين كلها كيمشي على جهده. كاينة عندي كاينة. كاينة عندك؟ كاينة كاينة. صافي الله يسخر. عندناش مشكل. الله يسخر هذيك الساعة. باغيش الغل راه كاين مقل. صافي اللي بغى مقل هذيك الساعة. كاين الخير موجود. صافي الله يسخر خويا رشيد. الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة ودي رشيد. أييه سير على الله.